بركاته. تعالوا نسمع بنشيخ يدافع بشدة عن حار الشباب بولزداد الرئيس مبلحي. أتمنى من أخواتي غدا اللايك والاشتراك جام وابوني وشكرا للجميع. المنافسة القارية، ولكن نروحوا للعب آخر. تنقلنا عن الماليات ونروحوا لقضية بولحي، رئيس بولحي الذي أثار الكثير، قضيته أثارت الكثير من الكلام والعنو فيها وعليها. الرجل غادر ل 48 ساعة، طلب الإذن من الإدارة نجم المغادرة، ولكنه حسب آخر الأخبار غاضب. صحيح أنه غاضب من عدم إشراكه كأساسي ولو في مباراة واحدة، لأنه فريق لعب مباراتين منذ مجيئه. مدرب يكون قد وعد كنوز بأنه الرقم واحد في الفريق، وهذا ما لم يعجب بولحي. يقال أيضا أنه البلجيكي لم يتحدث مع بولحي. بولحي هل عنده مكانة خاصة ويجب الحديث إليه مثله مثل عدلان كديورة، أم أنه لا كونكورونس هي اللي تكون الفيصل؟ والله أنا قبل ما نروح للصحفيين حبيت رأي يعني ماشي. هل تعتقد أو ترى أنه غضب بولحي مبرر لما يجد نفسه في قدس الحديث؟ شوف، غضب تاع بولحي سي توتافي نورمال. أي لاعب يديروه رب رصيد، أي لاعب، وزيد خاصة بولحي اللي لعب في الخارج، حياته كاع هو في الخارج، وكان في ليكيب ناسيونال في المستوى هذا، بعد يسقيو له باش يصبح دوزيامو، هذيك يغيدو الحال. ولكن هنا ما نحكموش كان على لونترينور. لونترينور لا بري سي ريسبونسابيليتي. لازم يهضر معاه. لا يهضر معاه هذيك. قال هو ما هضرش معاه. ايه ما هضرش معاه، نورمالمون يهضر معاه، يسونسيبيليزي، يقول له طرافاي، ديك كي تجي لوكازيون جول يدير غلطات، بولحي يدخل، بولحي دابا ما يستي يخرج. البعض يقول بانه ما تقدرش تجيب بولحي باش تخليه في كرسي الاحتياط، لن يقبل بهذا الرول، وهذا ما يخليه الحق انه يخرج. هذا سي سيفون نيغوسياسيون اللي داروها مع بولحي. اسكو كي راحوا جابوه قالوا له كاين اللي كري بلي حتى هو اللاعب نيميرو ان، او جابوه وخلاص، ولا بالكلمه يقولوا له ما كانش الكلمه، كاين اني كري. وين بولحي يقولوا له انت نيميرو ان والاخر نيميرو دو. ابارتي دو مومون اللي ما كاش وتجيب اونترينور، ها بارفو علاش الفوتبول الجزائري راه كاع ما نجموش نجيبو شوارق من اونترينور. حنا بالعكس ولينا نجيو، لا هو جابوا المدرب، جابوا المدرب ومن بعد باش جابوا بولحي. بصح كان خرج عليه كلام مقبل، مقبل كان الكلام اللي خرج عليه انه راح يسلم في مولودية الجزائر. لا لا، سمعنا في مولودية بسيربي، مولودية بسيربي كانوا هذيك معروفة باش يطلعوا السومة. ولكن هنا كي جا لونترينور وهو ديسيدا يدير هذا قندوز، قندوز هذا ممكن يتكلم معاه، لان ستان انترناسيونال لازم تقيمه، ماشي تخلي ما جبت واحد نافورت. بصح البعض يقول لك لهم كاع كيف كيفاش، وعلاش لازم لا لا تقيمه. انا انترناسيونال اللي لعب شحال في ليكيب ناسيونال وكان توجور كان براتيكمون كان في المستوى، ولو تتكلم معاه يتكلم معاه يقول له فوالا يفودري كو ترافاي هاد لو غارديان، انا شفتو بلي راهو اون فور ما ننجمش نحيه، وهذه سي لا لوجيك دو فوتبول، ما ننجمش نحيه. مي انت كمل الخدم، مي ديك هذا يغلط يدير دي كونري، هذا يتنحى وانت تدخل، وانت تكمل تخدم ولا درت دي كونري تخرج. هل انت مع انه يعطيه الفرصه على الاقل في لقاء هذا شكلي، لقاء امام بورونجاس يوم الاحد او يوم السبت، ممكن الماتش هذا يقدر يلعب ينجم بولحي. ينجم كي يحب لونترينور الماتش فاصل، والو تسمى كي تقول له فاصل طيح به، هو تعرف المستوى تاعو، ولكن مليح يلعبوا وهي رايحه ينجموا يلعبوا بار مومون ماتش ماتش بار مومون. كاين هذه تاع انا تسرع، كاين وين يديروها. انا نقول نيميرو ان نيميرو دو. ايه انا قلت كاين يديروها، كاين يديروها كيما في لي كرون كلوب اوروبيان، كاين تاع لا كوب، تاع لا كوب، لا كوب ولا حتى تاع ايه، وكنت ديرها نديرك انت تاع لا كوب، وبرومي تور تخسر عام كامل وتسمى انت راكد. كيف كيف؟ رشيد او سميح، ما رايك في الذي حدث في هذه القضيه؟ ولانه القضيه هذه باش نكونوا صراحة زادوا فيها الناس، كاين اللي قال الضارب معاه كداد في الكبار راح الله يروبون، يا اللي قاعد اللي قاعد سينما، يعني كان فيه بيان، ما وريتناش البيان يا عادل، بيان الشباب الوزداد الذي ينفي كل على كل حال، ما كانش البيان معليش، كان فيه بيان لشباب الوزداد يأكد بانه كلها اشاعات ولا اساس لها من الصحه، ولكن
المعلومة الأكيدة والرسمية أنه الحارس غضب، وهل هذا من حقه أنه يغضب بعد سنة؟ لما تلقى دو غارديان دو غران غارديان دون لا ميم ايكيب، هنا تنبأنا من المشاكل اللي حيكونوا مشاكل، والمشاكل بداو افون تو بداو لما قندوز ديسيدا يروح كي جابوه. والحين الناس قاعده على بالها بلي قندوز يحب يفسخ العقد تاعو. ديك لا بروميير رياكسيون ما بداتش من ملحي، بدا قندوز قالوا بيسك جبتوا هذا تاكلين عليه تو، انا نروح ومن حقه باش يروح. وكان يخمم باللي كي جاب بولحي ما زيدش يلعب ولا يولي نيميرو 2. دونك هذه بروميير اكسيون. دوزيام رياكسيون كيما قال علي، ان جوار اللي ما يلعبش سكي انورمال سي كونت اي رياجي با، تما كي يولي كيما يقولوا بارد نو، لازم انت ما تلعبش، لازم دوموندي تلعب بون بالعقل. مي تقدر تسعف، تقدر تضرب حيط ولا سي 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 خويا. لا ما فهمتنيش شغل سا بو اريفي كان ان جوار يمانيفيستي الزعاف تاعو، مي دون لا ليميت دو لا كوري، ما راحش يضرب لونطايت ولا يشد ولا ابري. ميتنون لو بروبليم سي ان لونترينور كومون يبا رياجير بارابور سا، اسك في راسو باللي قندوزي هو النيميرو 2، قندوز هو النيميرو 1 واليكسيس قندوز هو النيميرو 1 ورايس بولحي نيميرو 2. اذا هو خدا هذا القرار لازم بولحي يحترمه، والتعامل تاع لا ديريكسيون دو كلوب. ما تنساش باللي الراتب اللي يديه من بولحي بالك هو يقول لك هذاك الراتب هذا ما يلعبش بولحي باش تخليه احتياطي. ميتنون لا سو بولحي جا، الناس كاع على بالها جا باش يحسن المستوى تاعو باش يلعب لا كوب دافريك. هذه ثاني هذا هو السبب اللي جابو اللي هو جابه. دونك الان نعطيك معلومه، لونترينور اي البريزيدون كيفاش حيتعاملوا بارابور سا؟ نعطيك معلومه مؤكده. الرجل ثاني غضب لانه كان يعتقد انه يلعب مع بدايه البطوله هذه باش على الاقل يقدر يستدعى في اكتوبر، في شهر اكتوبر هذا اللي هو كاين دو ماتش اميكو. قال لك انا دوك الا ما يطولش في دي ماتش هذا ال 16 تاع اكتوبر دو ماتش، ومن بعد نروحوا نوفمبر دو ماتش تصفيات. خلاص نوفمبر تصفيات كاس العالم بس كوب دافريك ممكن شي يطول. اسمع نقول هي كان شحال ما عندوش كلوب وكانوا يزيدوا. وي خليني نكمل. كان شحال ما عندوش كلوب وكان يلعب تيتولار في ليكيب ا، وكنا حنا اونيتي ان بو كونتر هذه. نعم فهمت. اليوم ماشي ماتش تاع سي ار بي مش عارف مع من ماتش او اثنين. هل بولحي مع طرفين بالكاليتي تاعو المستوى تاعو ام لا؟ ام قادر يجيب لو بلوس ليكيب ناسيون ام لا؟ هذا هو البوان دانتيروغاس. انا ولا نشوف بلي بولحي مازال بولحي اللي نعرفوه، انا نسقيلو ليكيب ناسيون ما لعبش ماتش ولا زوج سي ار بي عليه. ما كانش من عاديه، كاش منها جازو ما لعبوش في ليكيب ناسيون. يا كالكو زاني اون اريير كاين اللي ما لعبوش ليكيب ناسيون سكاو لهم. او كونترير اسكو نمنو بلي كاليتي تاعو راه اون فور ينجم يلعب. تقول لي يلعب شامبيونا بور اتر دون الكو هذه باش يكون تسجيل. ايه ما ممكن اللي انا ويدرب او كدايا، من ان شاء الله كيما قلت انت ممكن يلعبوا الاقتصاد رشيد. لكن التغيير يعني هام الان المنتخب الوطني عنده اونتريا، عنده اسمه اوندريا اوندريا قول مليح. هادي ستان بارامتر امبورتون جديد بيان سور. ما تقدرش تجيب له ان رومبلاسون، ما تقدرش تجيب له ان رومبلاسون ماهوش يلعب. لا لا وتلعبوا ما تلعبوش. لا مش تلعبوا لا 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 تجيبوا يلعب ما لا دا رجعوا بلاصه كيما عرفوه المستوى. لا لا انا نقول حيت تعرف المستوى اللي تعمل ما تعرفوش كاع تو الموند كوني لا فالور تاع كل حاجه. نحطوا بلاصهم كيف بيان سور ليكيب ناسيونال، لان اللي راهو في ليكيب ناسيونال راهو مليح. كيف انت مليح نجي نقول حي خرجوا، اما لا خلي نقول حي وحوز كاع الغاشي. شبيك انت هنا سي سا لا كونكيرونس. كاين بارامتر امبورتون في كابوغليسيون تاع الحارس، كيما كان واش كان يهضر عليه على بولحي كي كان يلعب ما كانش عنده كلوب. على ليبوك كان جون، كان ما عندناش البديل. سنين خمس سنين مشينا برينا ما لقيناش البديل. ما لقيناش البديل دونك دابور الى بري دو لاش، اون بليس اي با كومبيتيتيف. انا
نعرفوا ان حارس المرمى بوست مهم سبيسيفيك مهم جدا، عندما ما تكونش منافس المستوى تاعك يتراجع ويتراجع بشكل رهيب جدا. نعم اليوم عندنا جوج اوني ديفو اون ايكواسيون انكرويام، عندنا قندوز اللي راهو عنده طموحات باش يمشي للفريق الاول خاصة بعد الشوط الاخيره اللي دارها، وعندنا مبولحي اللي راهو تقلق نوعا ما عندما ما لعبش المباريات مع شباب الوجدان، لان الناخب الوطني قال لازم تلعب بانتظام مع فريق شباب الوجدان باش نقدر نديرك، قالوا اذا لا تلعب اي مباراه مع شباب الوجدان اوبليي ليكيب ناسيونال. نفس الكلام مع بلاي، نفس الكلام مع بلاي في مونديال الجزائر، يعطيك نفس الكلام مع وليد بلاي. وبالتالي انا نظن باللي اليوم جو كومبرون لا كولير دو رايس مبولحي، نظن شغل يريسك دو بيردر هاد لا شونس، يقول لك لو كان راني لعبت بلوز او موان نضرب في الناخب الوطني. نعم قانون